مكملين كلامنا مع السويل. زي ما قلنا هنتكلم النهاردة عن تلوث السويل، تلوث التربة، السويل بليوجن، وهاو كان سويل بي بروتكتد فروم بليوجن. اول حاجة عايزين نعرف يعني ايه بليوجن، يعني ايه تلوث. البليوجن تقدر تسميه ان هو any change in the environment or in the environment that disturbs its natural balance. يعني هو تقدر تسميه ان هو اي تغير في البيئة، في النظام البيئي، اللي بيسبب تغير او بيخل التوازن الطبيعي and harms its living organisms، وبتأذي او يعني بتسبب الأذى للكائنات الحية. ده معنى كلمة بليوجن. طب مين اللي بيعمل بليوجن؟ اللي بيعمل بليوجن حمادة. حمادة هو مش إنسان، يعني مش شخص واحد اسمه حمادة هو المسبب الرئيسي في البليوجن، لا. اللي بيعمل البليوجن هو البشر، البشر كلهم. حمادة ده بس مجرد مثال للبشر. ده حمادة، أنا مثلا شعره عامل كده أهو. المهم حمادة ده بيعمل شوية حاجات هي اللي بتسبب الفوليوشن للتربة. حمادة ده عنده أرض، عنده تربة، عنده أرض زراعية، عنده تربة زراعية، جميل. وحمادة ده بيزرع كل يوم، هو بيحب الزراعة وبيزرع الأرض بتاعته، يعني الأرض بتاعت إيه؟ بتاعت حمادة ده. فهو عنده الأرض الزراعية بتاعته اللي بيزرعها، اللي هي قدامنا دي، اللي هو حمادة واقف عليها أساسا. فحمادة بيعمل إيه في الأرض دي ممكن يسبب لها تلوث، ممكن يسبب لها بليوجن؟ هناخد شوية أمثلة. المثال الأولاني الكيميكال بيستيسايدز، تقدر أسميها المبيدات الحشرية الكيميائية. إحنا عارفين إن حمادة ده بيزرع عنده هنا نباتات، نباتات زي النباتاية دي مثلا. النباتاية دي في حشرات بتيجي عند على النبات تاكله أو كده، بتتغذى عليه. فهو حمادة مش عايز الحشرات دي طبعا، وعايز النبات يطلع سليم نظيف كامل. فبيروح حمادة جايب مبيدات حشرية، مواد كيميائية بيرشها، بيرش المواد الكيميائية دي كده على النبات. المواد الكيميائية دي بتسبب تلوث في التربة. اما بتوصل للتربة، هي بيرشها على التربة طبعا، تنزل توصل للتربة، بتنزل تحت في التربة بتسبب تلوث. طب ايه تاني ممكن حمادة ده يعمله يسبب تلوث؟ ممكن يحط كيميكال فيرتلايزرز. الفيرتلايزرز دي مواد بتزود الخصوبة بتاعت الارض، بتزود ان الارض تبقى قابلة اكتر للزراعة. فيحط الكيميكال فيرتلايزرز علشان على اساس ان هو يزود خصوبة الارض، لكن هي برضو بتلوث الارض في نفس الوقت، او بتلوث التربة زيها زي بالظبط الايه المبيدات الحشريه. طب بتسبب ايه الكيميكال فيرتلايزرز؟ ايه من حاجات من اضرارها؟ هي بتسبب the death of organisms that live in the soil and increases its fertility. في كائنات بتعيش في التربة زي ما قلنا، كائنات دقيقة أو حاجات زي الدود، أو الكائنات مثلا لا ترى بالعين المجردة. الكائنات دي بتعيش في التربة، بتزود الخصوبة بتاعتها وكده. فهو لما بيحط المواد الكيميائية دي بتموت الكائنات دي. كمان بتعمل leaking of those materials to plants that grow. كمان بيحصل leaking of those materials
to plants that grow in the soil and harms humans and animals that feed on those plants. انت الزرعه دي هي عباره التربه، الزرعه دي عباره عن ناتج ما موجود في التربه. لو التربه دي سودة من تحت كده ووحشه ومليانه مواد كيميائيه وبتاع، المواد الكيميائيه دي هتنتقل للزرعه، هتبقى موجوده جوه كده. احنا لما نيجي ناكل الزرعه، حماده ده ما يجي ياكل الزرعه، هتنتقل له المواد الكيميائيه دي، هتسبب له هو اضرار صحيه، سواء حماده او الحيوانات اللي هتاكل الزرعه. ممكن والحيوانات لما تاكلها، واجي انا او حماده ياكل الحيوان ده، فالمواد تنتقل للانسان. فهي يعني دورة حياة كده، فبتوصل لنا في الآخر، بتوصل لنا إحنا. جميل. طب إيه كمان الأضرار؟ حاجة من الأضرار اللي هي يعني الملوثات بتاعت التربة، الاندستريال ويستس، المخلفات الصناعية. في مخلفات صناعية يعني نفايات تقدر تسميها، بتسمى اندستريال ويستس، بيرموها في السويل، في التربه، وفي الميه اللي الميه اللي هي بتاعت الانهار وكده، اللي بي اساسا بيحطوا منها ميه على التربه، فبتبتدي تنقل الحاجات دي. او مثلا هي يعني بتنتقل عن طريق ممكن الهواء كمان، يعني مش لازم الميه، ممكن هو كده هو ماشي بيرش ميه على التربه، هو بيرش ميه، الميه دي لو ملوثه بالاندستريال ويسس هتنتقل للتربه الويسس دي. وكمان في ممكن الويند، الرياح اللي هي بتمشي دي، الرياح دي كمان ممكن تنقل لنا الاضرار، وتجيب لنا مثلا حاجه زي الرين، في حاجه اسمها الاسيديك رين، اللي هو المطر ده، مطر حمضي، دي برضو مضر يعني. فكمان من الاضرار حاجه اسمها او الضرر اسمه increasing soil salinity، increasing soil salinity اللي هي زيادة ملوحة الأرض، يعني بيكون في ملح زيادة في الأرض. عارف الملح؟ الملح بيكون الأرض كده فيها زي ملح زيادة، والملح الزيادة ده اللي هي ملوحة الأرض لما بتزيد بتسبب التلوث للتربة، وكذلك النباتات اللي بتنمو دي، البلانتس بتبوظ يعني، ما بتكونش كويسة. طب إيه الحل بقى؟ حماده ده يعمل ايه علشان يحل مشكله التلوث في الارض الزراعيه بتاعته؟ يعني الارض بتاعته اتلوثت من كل ناحيه، بيحط سواء مواد كيميائيه، بيحط ملوثات، مصانع، في ملح، يعني من كل ناحيه الارض ملوثه، يعمل ايه؟ نديله خطوات يعملها. بص يا حماده، اول حاجه هتقلل من استخدام البيستسايدز والمواد الكيميائيه، علشان دي هي تعتبر عدوه للارض. تاني حاجة هتقلل من استخدام الكيميكال فلترايزرز، اللي هي الحاجات المواد الكيميائية اللي بتخلي التربة خصبة أكتر، هتقلل منها. بدل ما تستخدم كيميكال فرتلايزرز تستخدم ناتشرال فرتلايزرز، وبكده هتقلل أضرار المواد الكيميائية. كمان ممكن بتحصل مشاريع تكنولوجية واستثمارات علشان يقللوا من المية المهدرة، واللي هي الويست ووتر، يعني نقول مثلا تكنولوجي انفستمنت ان ويست ووتر تريتمنت، بيعالجوا إعادة معالجة المية المهدرة، أو المية اللي هي بتسميها ايه، المية اللي استهلكت، يعني المية اللي هي تم استهلاكها قبل كده، او تقدر تقول ان هي مية الصرف الصحي او كده، بيعيدوا استخدامها، بيعيدوا يعالجوها مجددا، يعملوها تريتمنت ويستخدموها تاني. الاستابليشمنت اوف فاكتورز، يعني انشاء وافتتاح المصانع، ماشي ما فيش مشكله فيها، لكن يكون in places far from the farmlands، يعني اعمل مصانع براحتك، لكن حطها بعيد عن الاماكن الزراعيه علشان ما تنقلناش الملوثات اللي احنا قلنا، مثلا زي اللي اتنقلت عن طريق الهواء، او اللي اتنقلت عن طريق الميه. الملوثات دي لا، اعمل مصنعك بعيد عن الاراضي الزراعيه. جميل. Follow the technological methods in the treatment of factory wastes. المخلفات بتاعت المصانع دي ما ترميهاش،
ما تاخدهاش ترميها في البحر او ترميها في اي حته. استخدم الايه التكنولوجيكال ميثودز، الطرق التكنولوجيه في معالجه ايه ان ذا تريتمنت اوف فاكتوري ويستس، في معالجه مخلفات المصانع. جميل. كمان ممكن promoting environmental awareness among the people، يعني الناس اللي زي حمادة، خصوصا الناس اللي زي حمادة اللي هم تقدر تقول اسمهم ايه especially in agricultural areas، خصوصا في الاماكن الزراعية اللي هيكون فيها ناس كتير زي حمادة اللي هم هيكونوا farmers. الناس دي هنحاول ننشر لهم الـ environmental awareness، الوعي التوعية البيئية، علشان يبتدوا ان هم ياخدوا خطوات في ان هم ما يلوثوش التربة بتاعتهم. اخر حاجة recycling of agricultural wastes to useful materials، المواد اللي هي تقدر تقول النفايات بتاعة الزراعة نعيد تدويرها ونستخدمها مجددا يعني كمواد مفيدة. كده يكون انتهى معانا اخر حاجة بنتكلم عنها عن السويل. اتمنى انها تكون سهلة وبالتوفيق ان شاء الله.